تسلم السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي وسام المعلوماتية لعام 2023 الذي منح إلى مصرف البحرين المركزي خلال حفل جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية في الدورة 23 والذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أوضحت السيدة حصة عبد الله السادة المديرة التنفيذي للعمليات المصرفية في مصرف البحرين المركزي أبرز العوامل التي أسهمت في حصول المصرف على هذه الجائزة. قطاع الخدمات المالية والمصرفية في مملكة البحرين أكبر القطاعات المساهمة في الناتج المحلي للاقتصاد المملكة، وسياسة المصرف في التحول الرقمي يعني هاي مو شيء بديناه أمس أو اليوم، بالعكس هاي حصيلة إنجازات عديدة في مجال التميز الرقمي على مدى السنين. أنا بس يعني بذكر أمثلة، بدينا من 1997 ربط أجهزة الصراف الآلي وإطلاق نقاط البيع للبطاقات لبطاقة السحب الآلي في مملكة البحرين بالتعاون مع شركة بنفيت. مثلا إكزامبل ثاني، في 2011 أطلق مصرف البحرين المركزي نموذج رقم الحساب المصرفي الدولي اللي هو الآيبان الخاص بمملكة البحرين. في عندنا 2015 أطلقنا بالتعاون مع شركة بنفيت نظام التحويلات المالية الإلكتروني اللي هو يسمح لنا بالأشخاص بتحويل الأموال خلال ثواني عبر عمليات التحويل اللي هي الفوري والفوري بلاس والفواتير. كذلك من الإنجازات اللي حابة أذكرها إطلاق البيئة الرقابية التجريبية Regulatory Sandbox، تم تدشين بين مع المصرف وشركة بنفيت المحفظة الإلكترونية اللي هي بنفيت بي. 2018 أطلقنا مشروع اعرف عميلك إلكترونيا EKYC، وهي كان بالتعاون مع شركة بنفيت وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. في 2021 أطلق مصرف البحرين المركزي خدمة الشيكات الإلكترونية الإنشيك، وسيلة دفع مكملة للشيكات التقليدية. هاي كلها مشاريع اشتغل عليها مصرف البحرين المركزي مع السكتر ومع شركائنا وأسهمت في تحقيق هذا الإنجاز.